السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت شخص مميز، عشان كده قدرت توصل للقناة بتاعتنا. قناة هتتعلم فيها حاجات كتيرة جدا، ولكن عليك انك انت تشترك معنا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا رب تلاقي في القناة حاجات مفيدة ليك في حياتك العملية والعلمية. من باب التميز في المذاكرة وان احنا نعمل اللي علينا، انا جاي لكم النهاردة بعمل فيديو بيشرح كتابة ايميل موضوعه فيروس كورونا. نقرأ مع بعض. Write an email to your friend Sammy telling him about your sister's illness. She was infected with coronavirus. Your name is Ali. Sam's email is sa@yahoo.com. Yours is ali@gmail.com. زي ما احنا شايفين كده الموضوع، ان فيه اتنين اصحاب، واحد اسمه سامي والتاني اسمه علي. المطلوب في السؤال ان علي يكتب ايميل لصاحبه سامي يحكي له الظروف اللي هم عايشينها. ايه الظروف اللي عنده؟ اخته للأسف اتصابت بمرض فيروس كورونا، اخته جات لها عدوى بمرض كورونا. يا ترى علي هيقول ايه لصاحبه وهيكتب الكلام ازاي؟ احنا عندنا لما نيجي نكتب ايميل عندنا خطوات بنمشي عليها. اول حاجة الدباجة الاولانية، ان انا اكتب to بعدين from بعدين subject. to بكتب وراها عنوان المرسل الي، from ورا منها عنوان المرسل، subject عنوان للايميل. من اللي انا فهمته ان الايميل رايح لواحد اسمه سامي، عنوان الايميل بتاعه sa@yahoo.com. اللي بعت الجواب او اللي بعت الايميل علي، وعنوانه علي@gmail.com. طب هيبقى ايه الموضوع؟ انت اختار اي عنوان يناسبك حسب الموضوع. فانا اخترت my sister is ill، اختي مريضة او مرض اختي. بنيجي للخطوة التالية وهي مقدمة الايميل. اللي بيكتب علي بيكتب لسامي، يبقى انا اقول في الاول dear سامي، عزيزي سامي، how are you and family، انت عامل ايه والعيلة عاملين ايه، have you heard about coronavirus، الم تسمع عن فيروس كورونا، have you taken the necessary precautions، هل اتخذتم الاحتياطات المطلوبة؟ You have to، عليكم أن تفعلوا ذلك. يبقى أنا هنا في المقدمة بحس كده إن علي متأثر باللي حصل مع أخته، فبيحاول إن هو ينصح صاحبه إن هو ما يقعش في نفس الورطة اللي هم وقعوا فيها. تعملين إيه؟ ما سمعتش عن الفيروس المنتشر في العالم؟ انتوا لازم تاخدوا احتياطات وتاخدوا بالكم، وبالتالي انا قلت you have to، يجب عليكم ان تفعلوا ذلك. ايه الموضوع بتاعي؟ علي هيحكي، احنا بنحكي على لسان علي. اسمع مني يا سيدي اللي حصل معانا. Unfortunately my sister has been infected. احنا من حظنا ان اختي has been infected، اصيبت بالعدوى بسبب فيروس كورونا. We don't know how this occurred. احنا في الحقيقة مش عارفين الموضوع ده حصل ازاي. Oh my god، يا الهي، the whole family are disappointed.
العائلة كلها تشعر بخيبة الأمل، بالحزن، بالحسرة. We took her to the hospital 3 days ago. إحنا خدناها المستشفى منذ 3 أيام. Doctors are not optimistic. والدكاترة اللي كشفوا عليها ليسوا متفائلين. We don't want to lose hope. ومع ذلك إحنا مش عايزين نفقد الأمل. May God heal her. يا رب، بندعي ربنا ان هو يشفيها. heal her. نيجي في اخر الايميل نوقع ونكتب regardless علي، تحياتي صاحبك علي. ناتي الان لكتابه رد على الايميل. يعني انا كاتب كده عنوان مختصر reply to علي's email. يبقى أنا متوقع في الامتحان ممكن يا إما يجي لي باراجراف عن كورونا يا إما يجي لي إيميل عن كورونا. إحنا كنا شرحنا قبل كده في فيديو سابق الباراجراف، هنا إحنا بنشرح الإيميل طبعا بالشكل المختصر، وإنت تقدر تطور عملية الكتابة وتجمع أفكار على قد ما تقدر. إيه الرد؟ هيبقى الرد عامل إزاي؟ طبعا أول خطوة معانا الديباجة الأولى to from subject. إحنا هنا عكسنا المرسل إليه والمرسل والمرسل، عكسنا المرسل إليه والمرسل، يعني to علي و from سامي. طب subject إيه الموضوع؟ موضوع في الحالة دي نت may God help your sister. ده اقتراح من عندي أنا. ربنا يساعد أختك، ربنا مع أختك، ربنا يشفي أختك. دير علي، عزيزي علي. I'm so sorry to hear about your sister's infection. I'm so sorry to hear about your sister's infection. أنا يؤسفني إن أنا سمعت عن الموضوع بتاع العدوى أو مرض أختك. May God be with you all. ربنا معاكم كلكم. معاكم انتوا مين؟ العيلة كلها على بعض. لأن طبعا مش علي بس اللي هيتأثر بالموضوع، كلهم دايما أكيد متأثرين بالموضوع. ربنا معاكم كل ربنا معاكم كلكم. You know، يعني زي ما أنت عارف the whole world، العالم كله suffers from this plague، يعاني من هذا الطاعون، هذا البلاء، هذا الابتلاء. Yes it is a plague. فعلا خلي بالك معايا يا علي، it's a plague، it is a plague. إنه وباء that spread، انتشر worldwide، في جميع أنحاء العالم. لدرجة ايه؟ many people died، كثير من الناس ماتوا. انت تحس انه بيصدم صاحبه، بيلحق نفسه وبيقول له يت. ومع ذلك there are many cases، فيه امل ان في حالات كتيرة جدا that recovered. شوف يت، there is always hope، دائما يوجد الأمل. يا جماعة خلي عندكم أمل في ربنا. there is always hope my friend، يا صديقي يوجد الأمل ويوجد الرجاء. your family and you، عليك أنت وعائلتك should follow instructions carefully، يجب أن تتبعوا التعليمات بعناية أو بدقة. and keep yourself clean، وحافظوا على نظافة أنفسكم. طب ليه؟ this will help stop infection، لعل ذلك يمنع العدوى بينكم. يمكن
يعني هو هنا بيلمح ان ممكن حد من العيلة يكون اتصاب او جات له العدوى بس لسه ما وضحتش. في الحتة الاخرانية سامي بيقول if you need any help، لو احتجت اي مساعدة don't hesitate. عارفين يا جماعة hesitate يعني ايه؟ hesitate معناها تتردد، لا تتردد. لو انت محتاج اي مساعدة ما تترددش، and call me، واتصل عليا، I'll be there، هكون موجود على طول، مانيش هقصر معاك. وفي الاخر regardless بيوقع سامي، بيوقع باسمه اللي هو في الحالة دي هيبقى مين؟ سامي.